قولي كون اغتصبوا أم النور هي عم تنكر. وإلهي وين بدي يخبي وشي من الحالة؟ كل أهل الحرامي والأهل الحرامي اغتصب أم النور. تتعشى؟ لا يا بي بدي نام. طيب يا بي بدي احكي معك كلمتين. تحكي يا بي. انت عم بتروح بفكرك لبعيد. انت مو بتآمن بالقضاء والقدر؟ شو بدك تقولي؟ حكي الناس على امي مانو مزبوط، وانا من بكره بدي قص لسان كل واحد بيجيب سيرة أمي بكل مزاحلة. يابي هنن اعتدوا على أمي بالضرب منشان يسرقونا، وما صار غير هيك. واللي صار معها كان يمكن يصير معي أو مع أي وحدة بالحارة. أنا ما رح أسكت وما رح أسمح لحدا يجيب سيرة أمي بكلمة وحدة. بكفيها اللي صار معها.